سبور إكسبرس. مرحبا بكم في ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، والبداية بتتويج المدرب التونسي نصر الدين النبي ومعه في الإطار الفني زادة توانسة أخرين، تتويجهم بالسوبر التنزاني مع يونغ أفريكان بعد الفوز على الغريم سيمبا بهدفين لهدف. التتويج ذي هو الرابع في عام واحد لنصر الدين النبي بعد ما توج بالبطولة بالكأس ومرتين بالسوبر. نسمع مع بعضنا شنو قال نصر الدين النبي عن أهمية التتويج ذي. بيتر كان مهم لأنه جاء مع فريق قوي جدا هو سيمبا، وكانت عندهم ريفونش، يعني يحبوا ياخذوا ريفونش وتقويوا برشا، جابوا لاعبين كبار. هذا يعني نوع من قيمه للتتويج. هل سيواصل نصر الدين النبي المشوار مع يونغ افريكان، خاصه يونغ افريكان، خاصه وكونه جاته زوز عروض من المغرب؟ خلينا نعرفوا شكون زوز عروض، خلينا نعرفوا قراره الشيخ. يعني كان فما عرض، يعني عرض مش فقط من ناحية المادية، لكن كان النادي وعرض فريق صار المغربي، فريق ممتاز جدا ومنظم، وهو تقريبا بعد أكادير، حسنية أكادير أهم العروض يعني الرسمية. لكن أنا اخترت لأن أول شيء يعني صحيح الإنسان مغربي يعني يدرب في المغرب أو في البلدان العربية، لكن عطيت كلمتي الإنسان عطى كلمته، خاطر هنا فريقي جماهيري برشا، هذاك علاش واصلة مع فريقي. في تصريحه زاد الموزايك، في التصريح اللي عملوا معنا اليوم المدرب نصر الدين النبي، حكى على مغامرة يونغ أفريكانز في التشامبيونز ليج الإفريقية، خاصة وكونه باش يواجه فريق من السودان، هو بطل جنوب السودان زلان أف سي، وفي صورة ما إذا ترشح باش يلعب مع الفائز ما بين سان جورج الأثيوبي والهلال السوداني. شنو طموحاته وشنو تحذيرات الفريق للدور التمهيدي الأول للتشامبيونز ليج؟ نسمعوا بعضنا تصريحه في ميكرو موزايك فام. ربما لما اقترن إمكانيات فريقي يعني تجاوز يعني بكل صراحة يعني فريق بطل جنوب السودان، لكن كان وفقنا ربي وتعدينا دور هذا باش نكونوا منطقيا أيضا أظن أكثر مع الهلال السوداني، باش يكون رقم صعب الهلال السوداني أولا خبرته حكم تواجده السنوات الأخيرة دائما في دوري المجموعات، عزز فريقه وحط يعني ميزانية خيالية للانتدابات مع مدرب عنده خبرة إفريقية ومتوج شهرين تقريبا في كأس الكاف اللي هو كونغولي فرنسي فلوران بنجي، لكن حظوظ ما حتكون متساوية عندهم أظن مع الهلال السوداني. ومدام حكينا على مدربين التونسيين في الخارج، أعلن شيبة الإقبال الجزائري عن تعيين المدرب وسيم معلم مدرب مساعد للفرنسي خوزيريغا. خوزيريغا كان سبق له تدريب النادي الإفريقي ويعرف شوية وسيم معلم كيف ثم فني آخر بش يكون موجود في شيبة الإقبال، هو رفقي الوسلاتي بش يكون معد بدن الفريق. وسيم معلم غدو يوصل الجزائر وبش يمضي عقد مدة موسم مع شيبة الإقبال، وهذه التجربة الثانية ليه مع شيبة الإقبال الجزائري. في اخبار انديتنا، النادي الافريقي يواجه اليوم مستقبل المرسى في ملعب عبد العزيز الشتوي، مباراه تتلعب بالخمسه متاع العشيه وباش تكون دون حضور جمهور. نادي صفاقس يواجه اليوم زاد وديا الخمسه متاع العشيه في ملعب شادي زويتن، فريق متكون من لاعبين افارقه من جنوب الصحراء يسكنوا في تونس. الترجي الرياضي التونسي يختتم اليوم الترابس المغلق نتاعو، يواجه غدوه شبيبة بلوزداد، مباراه تتلعب بالخمسه متاع العشيه. والنجم الرياضي الساحلي برمج مباراه وديه ضد اتحاد بن قردان تتلعب نهار الثلاث في سوسه. وديما مع اخبار النجم، اللاعب كريم حقي هو اول اللاعبين القدامى المساهمين في دعم خزينة النجم الرياضي الساحلي بعد ما قام بضخ مبلغ هام لدعم النجم الرياضي الساحلي. في الدورة الترشيحية للتشامبيونز ليج الإفريقية للسيدات، الجمعية النسائية لبنك الإسكان تواجه اليوم السبعة متاع العشية فريق أفريق غليزان الجزائري، لعبة في أكادير في المغرب. المباراة الثانية للجمعية النسائية لبنك الإسكان باش تكون ضد وادي دجلة السبت الجاي. والدورة هذه الترشيحية ثلاثة فرق هذوما يترشح منهم واحد فقط باش يلعب التشامبيونز ليج في المغرب. خارج تونس، اهم مباريات اليوم واهم مباريات ملاعبيتنا المحترفين. في الجوله الثانيه من بريمير ليج، نوتنغهام فورست يواجه مصعتين ويست هام، الاربع ونص تشيلسي يواجه توتنهام في القمه نتاع مباريات اليوم. في الليغا الجوله الاولى الدفعه الثالثه التسعه نتاع ليل، الميريا يواجه ريال مدريد، المباراه هذه باش تتعدى على بيئين عربيه اولى. والبارح مالك نادي الميريا السعودي تركي الشيخ كان نشر تدوينه حط فيها تصويره كريم بنزيما وقال باش تكون اصعب خمسه دقائق لي في اول
او اول خمسة دقائق تكون صعيبه عليه ياسر في مسيرته الكرويه. في السيريا في الجوله الاولى المباراه اللي تهمنا هي مباراه ساليرنيتانا اللي تتلعب بالثمانيه غير بعض ضد روما. ديلان برون بنسبه كبيره باش يكون اساسي في حين وجدي كشريده باش يكون على البنك. في المانيا في البوندسليغا الجوله الثانيه الاربع ونص بايرن ميونخ يلعب مع فولفسبورغ. وفي البوندسليغا الثانيه مباراه جروثر فورث قاعده تتلعب مع فورتينا دوسلدورف. توا فورتينا دوسلدورف متقدم بعد 73 دقيقه زوز اهداف ليها هدف، واللاعب اسامه الحدادي اساسي في تشكيل جروثر فورث. نكملوا مع المباريات في الدوري الفرنسي. مساعتين ريمس بدات مباراه ريمس وكليرمون فوت وسيف الدين الخاوي موجود على البنك. المباراه الثانيه المهمه اليوم هي مباراه اللي بتجمع الثمانيه غير بعض بريست بالوام. في الدوري الدنماركي الجوله الخامسه مواجهه تونسيه بروندبي يواجه اودينسي. انيس بن سليمان موجود في قائمه بروندبي وفي قائمه اودينسي. الدعوه الاولى لعصام الجبالي وشقيق عمر الجبالي. عصام كان مصاب وعمر مازال كان كيوصل للدنمارك. وفي سويسرا مواجهه تونسيه اخرى تجمع ضمن الجوله الخامسه 3.5 بال بي لوغانو. سيف الله الطيف موجود في قائمة بال ومحمد الحاج محمود موجود في قائمة لوغانو. النشرة هذه وكل أخبارنا الرياضية تلقاهم على موقعنا موزايك FM.